مباراة صعبة زي ما كنا عارفين قبل ما نبدأ المباراة. طبعا جاتنا فرص المباراة ما استغليناها، كنا نبحث عن الفوز في المباراة ولكن ما خسرنا برضو ما خسرنا في المباراة، ولكن في النهاية النتيجة ما كانت مرضية بالنسبة للفريق، وزي ما ذكر من جديد برضو كان في فرص ومباراة كانت صعبة. ناخذ أسئلة الصحفيين، أي سؤال؟ السلام عليكم، محمد الراجحي سبورت كايسيني نيوز بيبر. سؤالي، أنا سر تأخر التغييرات في الشوط الثاني، يعني كان الأهلي حتى الهلال مع بداية الشوط الثاني بدل تبديلاته وبدأ يبدأ العمل الفني للمدرب داخل الملعب. في الأهلي لم يبدأ التبديل الأول إلا بعد النصف الثاني من الشوط. السؤال الثاني، يعني المفترض الأهلي ليس أمامه سوى الفوز في هذه المباراة، ليس أمامه سوى الفوز. لم نجد الأهلي في الشوط الثاني يلعب الكرة في ملعب الهلال، لم يجد الضغط الكامل في ملعب الهلال بحيث أنه يعني ممكن تحصل أخطاء من لاعبي الهلال أو ارتباك أو كذا كذا، لا خلى اللعب يعني سجال، لم نجد الضغط الكامل في مرمى في ملعب الهلال. En cuanto a la primera pregunta, el tema de los cambios, bueno, pues cuando el míster ha creído conveniente y ahí no hay nada más que decir. Y no estoy de acuerdo con que hayamos mostrado poco interés en ganar este partido. Yo creo que desde el inicio, sobre todo en la primera parte, hemos intentado llevar la iniciativa. Lo que sucede es que, claro, que jugamos ante un gran rival y que no es fácil. Y al final después del minuto 60 y se va acumulando el cansancio y se va acumulando sobre todo esa sensación de que no estamos metiendo gol y vamos cayendo anímicamente, pero no es que no queramos, estamos todos deseando de ganar la liga, claro. طبعا بالنسبة للسؤال الأول، حسب قراءة المدرب لمجريات الشوط الأول وجد أنه هذا الوقت المناسب للتغييرات اللي غيرها في الشوط الثاني. بحسب قراءة المدرب للمباراة في الشوط الأول ومجريات الشوط الثاني كان الوقت اللي غير في المدرب حسب رؤيته الشخصية. ولكن بالنسبة لسؤالك الثاني، الفريق سوى كل حاجة في المباراة بحيث أنه يفوز، ولكن ما قدر يسجل، وهذا الشيء اللي كان مطلوب من اللاعبين أنهم يعطوا بشكل أكبر في الشوط الثاني، وهذا الشيء اللي ما قدروا يسووه أو ما يعطوا بشكل أكبر في الشوط الثاني وما قدرنا نسجل. ولكن كان في أكثر من فرصة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني الفريق وصل للباب، ولكن النقطة الوحيدة اللي ما وصلها اللي هو التسجيل. ناخذ سؤال.